لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة جوجو دعارة بأحد سجون بغداد، وفاة طبيعية أم تصفية؟ يبدو أن موسم الاغتيالات والموت الغامض عاد إلى العراق مجددا، فبعد أيام من اغتيال البلوجر غفران مهدي أو أم فهد كما تعرف على يد مسلح مجهول، توفيت يوم الأحد أشهر عابرة جنسيا في البلاد جوجو دعارة بظروف غامضة داخل السجن. موت جوجو دعارة جرى داخل سجن العدالة في العاصمة العراقية بغداد بعد مرور عامين على اعتقالها وعقب صدور حكم قضائي عليها يقضي بسجنها 5 سنوات. جوجو دعارة عراقية عابرة جنسيا متحولة جنسيا من ذكر إلى أنثى، تحمل الجنسية الأمريكية وعليها شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء، فضلا عن إدارة شبكة للدعارة بحسب مواقع إخبارية عراقية. مصادر مطلعة قالت أن الجهات المختصة فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات موت جوجو دعارة، فيما تحدثت أنباء عن كونها تعرضت للخنق. أنباء أخرى لفتت إلى أن جوجو دعارة سقطت بمركز الشرطة عقب استدعائها بقرار قضائي بناء على دعوى جديدة إثر سكتة قلبية، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة جوجو دعارة، فيما فسر عدد من الناشطين والمغردين أن الوفاة الغامضة كانت تصفية لامتلاكها أدلة على شخصيات معروفة. في 27 نيسان إبريل الماضي مرر مجلس النواب العراقي تعديلا على قانون مكافحة البغاء ليشمل به المثلية الجنسية ومجتمع الميم، حيث تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدة 15 عاما، ولا يمتلك العراق تشريعات واضحة وصريحة تجاه مجتمع الميم، حيث أن المواد 393-394 تعاقب بالحبس المؤبد من وقع أنثى أو لاط بذكر دون رضاهم، أي أن هذا التشريع لا يعالج مسألة المثلية الجنسية التي تجري بالرضا بين الطرفين. وتضمن التعديل الجديد لقانون مكافحة البغاء عقوبات الحبس وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين دينار عراقي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي. كانت القوات الأمنية اعتقلت جوجو دعارة وسط بغداد في أيار مايو 2022 بعد استدراجها من الولايات المتحدة الأمريكية وحجة اللقاء بأحد ضحاياها قبل أن تقبض عليها في فندق المنصور وسط بغداد، حيث تم احتجازها حينها في مركز شرطة الصالحية، ومن ثم تم نقلها إلى سجن للرجال ببغداد بعد 3 أشهر على اعتقالها. وأصدرت السلطات القضائية العراقية في نهاية عام 2022 حكما أوليا بالسجن 5 سنوات بحق جوجو دعارة. وكانت جوجو دعارة قد ابتزت سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة في العراق، وتقاضت منهم أموال طائلة على مدى السنوات الماضية. وتناقلت وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد معلومات عن المتحول المشهور جوجو والمحكوم بالسجن 15 عاما داخل أحد سجون وزارة العدل. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية لم تسميها أن المتحول المدعو جوجو دعارة توفي داخل سجن العدالة السابع، فيما تضاربت المعلومات عن سبب الوفاة، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن وفاته جرت في ظروف غامضة، فيما قال آخرون أنه توفي بسكتة قلبية، ولم يتسنى من صحة معلومات وفاته أو ملابسات القضية أو أسباب الوفاة. وقال المصدر أن المتحول جنسيا المدعو عبدالله الملقب بجوجو دعارة توفي بظروف غامضة داخل سجن العدالة في بغداد، وأضاف أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. وذكر مصدر قضائي أن السلطة القضائية أصدرت حكما بحق جوجو دعارة بالسجن لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن هناك أحكام أخرى ممكن أن تصدر خلال الأيام المقبلة عن دعاوى عديدة. وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت جوجو دعارة وسط بغداد بعد مشاجرة وابتزاز صاحب أحد المطاعم في العاصمة. يذكر أن المدان العراقي يحمل الجنسية الأمريكية ومتحول جنسي، وعليه شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين وسياسيين ونساء.
وزعمت وسائل الإعلام أن عبد الله عبد الأمير الفياض 33 سنة المتحول جنسي والمعروف بوجود عارة توفي داخل أحد سجون بغداد. ونقلت وسائل الإعلام رفضت الكشف عن اسمها أن المتحولة جنسيا والمعروفة باسم جوجو دعارة توفيت داخل سجن العدالة السابع دون كشف المزيد عن التفاصيل. وفي ظل غياب الرواية الرسمية حول سبب وفاة المدعو عبد الله كثرت الأقاويل والإشاعات بهذا الشأن، وادعى عدد من النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي أن المدعو عبد الله توفي في السجن إثر خلاف نشب بينه وبين عدد من السجناء وقد تمت تصفيته، بينما ادعى آخرون أنه توفي بسبب نوبة قلبية. المدعو عبد الله حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة على خلفية التحقيق معه بتهم ابتزاز سياسيين وشخصيات نافذة وإعلامية، فضلا عن إدارة شبكة للرذيلة. وبعد إلقاء القبض عليه في يناير 2022 قامت السلطات القضائية العراقية بنقل عبد الله إلى سجن الرجال على الرغم من ادعائه بأنه أنثى متحولة. ونشرت السلطات الأمنية حينها صورة لجوجو دعارة من داخل السجن، وظهر فيها المتحول عبد الله في الصورة بشعره الطويل وبوجهه الذي خلى من مساحيق التجميل، فيما حمل لوحة معلومات خاصة بالسجناء. كما ظهر في الصورة اسم جوجو دعارة الحقيقي والذي هو عبد الله عبد الأمير الفياض، كما في شهادة الميلاد وكذلك اسم الأم إشراق كاظم. وزعمت مصادر مطلعة حينها أن جوجو دعارة قامت بعمليات تغيير الجنس ولم يتبقى لها سوى تغيير عضوها التناسلي من ذكر إلى أنثى، وما بين كل عملية وأخرى يجب أن تأخذ العابرة فترة من الراحة. ولدت في عام 1991 وغادرت إلى الولايات المتحدة عام 2013 وحصلت على الجنسية الأمريكية. اشتهرت جوجو دعارة عبر منصات التواصل بنشر مقاطع مصورة تتسم بالإباحية المفرطة وبالعبارات والشتائم النابية التي تستهدف شخصيات سياسية وعامة وفنية في العراق. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.